بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي، نتحدث اليوم في حلقة هامة جدا تهم كل مواطن تعرض لأي موقف قانوني قضائي، وخصوصا في القضاء الجنائي، سواء كان في جنحة أو جناية في النيابة العامة أو النيابة العسكرية أو أي شيء من هذا القبيل، سواء كان في قضية مباني أو قضية ضرب أو إيصال أمانة أو شيك أو أي قضية جنائية، جناية أو جنحة. اليوم إن شاء الله في حلقتنا نتحدث عن استرداد الكفالة وكيفية ذلك. الكفالة هي الضمان المالي التي تخلي به النيابة سبيل المتهم حين عرضه عليها. المتهم حين عرضه على النيابة في أي قضية جنائية سواء جنحة أو جناية، تصدر النيابة قرار بإخلاء سبيل المتهم إذا لم يكن هناك حبس وجوبي في التهمة، تخلي سبيل المتهم إما بضمان محل الإقامة وإما بالضمان المالي. ضمان محل الإقامة معروف، يعني بيدفعش حاجة بيخرج. أما الضمان المالي فهو بمسماه المجمل أو المعروف الكفالة. في البداية نوضح أن كل مخالفة جنائية سواء جنحة أو جناية، سواء كان في قضية مباني أو غيرها، عندما يتم عرض المتهم على النيابة العامة أو النيابة العسكرية ويتم فيها إخلاء سبيل المتهم بكفالة، هذه الكفالة يتم إخلاء سبيل المتهم فيها لحين صدور حكم نهائي في القضية المعروض فيها. القضية اللي سدد فيها الكفالة لابد أنها تتداول فيها القضاء وتنتهي بحكم نهائي. عندما تنتهي بحكم نهائي يحق له صرف الكفالة، وهنشرح ازاي. سواء كانت القضية دي جنحة او جناية، لابد من صدور حكم نهائي فيها، لان الكفالة او الضمان المالي ده هي ضمان مالي او كفالة لإيقاف تنفيذ العقوبة، لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا لحين صيرورة الحكم النهائي. وقف تنفيذ العقوبة مؤقتا لحين صيرورة الحكم نهائي. ولذلك عندما يذهب المتهم وعرض على النيابة وسدد كفالة أو سددها في المحكمة في حكم، يعني في مثلا جنحة شيك أو إيصال أمانة، بيصدر الحكم بالحبس مثلا 6 أشهر وكفالة 100 جنيه أو 1000 جنيه أو أي رقم بتحدده المحكمة من الكفالة، عند الاستئناف او الطعن على الحكم بالاستئناف بيسدد الكفالة، لان الكفالة شرط وقف التنفيذ لحين صيرورة الحكم الجنائي نهائي. ليه؟ لان عندما يصير الحكم الجنائي نهائي بيكون وصل لاحد طريقين، اما ان يكون تم الحكم صدر بالبراءة فانتهت كل اثار الجريمة، او يكون الحكم بانقضاء الدعوة صلحا، او الحالة الاخيرة وهي ان ينفذ المتهم العقوبة المقضي بها. يبقى عندنا 3 حالات او 3 تصورات هيكون عليهم الحكم في القضية: يا اما الحصول على البراءة ويتم انهاء ملف القضية وبعدها بيصرف المتهم الكفالة بتاعته، او انقضاء القضية صلحا زي قضايا الشيكات، زي قضايا ايصالات الامانة، زي قضايا الضرب، أو أي قضية من قضايا الجنح الصغيرة دي من هذا القبيل بيتم الصلح فيها، فبتنقضي الدعوة صلحا، وبرضه يتقدم المتهم اللي سدد الكفالة بطلب لصرف الكفالة بعد صيرورة الحكم نهائي. الحالة الثالثة إن الحكم بقى نهائي وبينفذ العقوبة فعلا. بعد تنفيذ العقوبة المتهم بيقدم طلب بصرف الكفالة. طب إيه الأحوال دي ليه؟ هنوضحها. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ ان هو بعد ما هو بينفذ العقوبة في الحالة الثالثة، لان احنا عندنا في الـ3 حالات لو صدر الحكم نهائي وتم الطعن على الحكم من اي جهة، يعني النيابة طعنت على الحكم او المتهم طعن على الحكم، يبقى الحكم مش نهائي. الحكم النهائي استئنافيا هتصرف الكفالة،
اما لو تم الطعن على الحكم بطريق النقض سواء كان من النيابه طعن من النيابه او من المواطن بطريق النقض، اذا اصبح الحكم غير نهائي. ليه؟ لان احنا عندنا اتنين من الطرق الطعن العاديه واتنين من الطرق طعن غير عاديه اللي هي النقض والتماس عاده النظر. فاذا طعن بالنقض على الحكم بعد صدور الحكم الاستئنافي وطعن بالنقض على الحكم سواء من النيابه او من المتهم اصبح الحكم معلق ولا تصرف ايضا الكفاله. ليه؟ لان الطعن بالنقض وارد جدا، اما يعيد المحاكمه من الاول وجديد وتصبح الكفاله محلها قائم بايقاف تنفيذ العقوبه لحين صدارة الحكم النهائي مره اخرى، واما يصدر حكم نهائي في النقض. يبقى تصرف الكفاله عند عدم وجود طعن على الحكم الاستئنافي. يعني ما ينطينش بالنقض على الحكم الاستئنافي، لا، يبقى اخر اجراء اتعمل للاستئناف ومر 60 يوم موعد الطعن بالنقض ولم يتم الطعن على الحكم. مر 60 يوم على موعد الطعن بالنقض ولم يتم الطعن على الحكم. وفي الحالة الأخرى اللي بينفذ فيها المتهم الحكم أو العقوبة نفس الكلام، هو نفذ العقوبة وما طعنش بالنقض. بيخرج عدى 60 يوم اللي هم مدة الطعن بالنقض يقدم طلب بصرف الكفالة بتاعته. طب بيقدم الطلب ده ازاي؟ احنا بنقول ضروري ان اللي سدد كفالة ده يحتفظ بإيصال السداد معاه. ليه؟ لان ممكن وارد جدا الموظف المختص بقيد الكفالة على ملف القضية او سكرتير الجلسة او سكرتير التحقيق حسب الاحوال، الموظف المختص بسداد الكفالة على القضية ما سددهاش، ما سددش وصل الكفالة على القضية ولا سدد في ملف القضية ان يتم سداد الكفالة. يبقى ايه اللي يثبت انك سددتها؟ الايصال اللي معاك. يبقى احتفظ بايصال سداد الكفالة لان هو هتقدم به طلب الصرف كمان بعد كده. طب خلصنا ومعانا ايصال السداد وانتهت كل النقاط والاجراءات اللي انا قلت عليها. طيب هنصرف الكفالة ازاي؟ بتتقدم او بيتقدم المتهم اللي سدد الكفالة او محاميه باي حال من الاحوال للطرفين لهم الحق في كده طالما المحامي معاه توكيل يبيح ذلك او يجيز له ذلك او المواطن بشخصه بالطبع. بيقدم طلب للنيابة المختصة اللي سدد في دايرتها الكفالة بطلب صرف الكفالة المدفوعة مني في الجنحة رقم كذا او في الجناية رقم كذا بعد صيرورة الحكم النهائي، وبيرفق بالطلب بتاعه عشان يسهل في الاجراءات شوية، يرفق بالطلب بتاعه شهادة من الجدول بصيرورة الحكم النهائي بتاعه، اذا كان خلصت استئنافيا بيقدم شهادة من الجدول بالحكم النهائي. ليه؟ لان النيابة في الاخر هتعمل ايه؟ هيطرد عليها الطلب، هتأشر بمعلومات الجدول. معلومات الجدول يعني هتاخد الطلب تاني اللي تأشر عليه من النيابة معلوماته الجدول وتروح بجدول الجنح او لجدول الجنايات المقيد فيه القضية سواء جنح او جنايات، بتروح لموظف الجدول بيحرر لك معلومات كاملة عن القضية اللي انت متهم فيها، بيحرر لك معلومات كاملة، والمفروض انه بيحرر لك من ضمن المعلومات ان الحكم بكذا وكفالة كذا وانك انت سددت الكفالة بالايصال رقم كذا بتاريخ كذا او بالقسيمة رقم كذا بتاريخ كذا. يعني الموظف المختص واللي بيكتب لك في الجدول المعلومات على الطلب بتاعك بيحدد لك انك سددت الكفالة وبالقسيمة رقم كذا وبتاريخ كذا. ليه؟ لان حتى لو الايصال اللي معاك فقد منك حقك ضاع، لا ما ضاعش. ليه؟ لان ايصال الكفالة له اصول في المحكمة في الدفتر الخاص بسداد الكفالات، بيبقى من عدة نسخ، انت بتاخد الوصل الاحمر في واحد تاني موجود في المحكمة محفوظ في الدفتر، بيفضل الدفتر بالايصالات الصور التانية بتاع كل الناس محفوظ زي الجداول بالظبط. وكمان اما بتيجي تطعن وانت بتسدد الكفالة على الملف بترجع تطلع تطعن بالاستئناف او بالنقض، المفروض الموظف
او السكرتير اللي بيعمل لك الطعن او بيجري لك الطعن سواء الاستئناف او النقض بيحرر لك على ملف القضية، وفي الجدول عنده كمان بيأشر بسداد الكفالة والرسم كمان، وبيقول ان الكفالة سددت بالأسيمة رقم كذا بتاريخ كذا. يعني المفروض ان الكفالة ثابتة في كل مكان القضية مشيت فيه عند سكرتير الجلسة وفي الجدول وفي كل حتة ومعاك الإيصال. قدمت الطلب وتأشر عليه من النيابة بمعلومات الجدول، ورحت لموظف الجدول كتب لك المعلومات الكاملة عن القضية وإنك مسدد الكفالة بالأسيمة رقم كذا وبتاريخ كذا. بيرجع الطلب تاني يتعرض على رئيس النيابة المختص في الدائرة اللي انت سددت فيها الكفالة اللي قلنا عليه ده، ليه؟ بيأشر لك بإنك انت تصرف الكفالة بصرف الكفالة عند عدم وجود مانع. قال لك طب وعدم وجود مانع ايه اللي هيبقى عندي عشان اصرف الكفالة اللي انا سددتها؟ ده انا اللي مسددها. انا هقول لك ايه المانع اللي يبقى موجود عندك في صرف الكفالة. ممكن يكون الحكم صدر عليك بالحبس والغرامة، يعني عقوبة اصلية وعقوبة تبعية، وده هيبقى لنا مجال له اخر. عقوبة اصلية وعقوبة تبعية. العقوبة التبعية اللي هي عقوبة الغرامة، ويكون الكفالة بتاعتك اللي انت سددتها عليه غرامة مثلا في القضية 1000 جنيه وانت سددت كفالة 2000 جنيه، يتم اجراء مقاصة ما بين الكفالة اللي لك وما بين الغرامة اللي عليك، ويتم خصم الغرامة من الكفالة ويصرف لك الكفالة. ولكن عايز انوه لحاجة، بينصرف 3/4 الكفالة بس، ما بيتصرفش الكفالة كلها عشان تبقوا عارفين وعاملين حسابكم على كده. بتصرف 3/4 كفالة بس. يعني زي ما بدي مثل كده، لو عليك لو ليك كفالة 2000 جنيه وعليك غرامة 1000 جنيه، بتتخصم الغرامة من ال 2000 جنيه، وانت رايح تصرف هتصرف 750 جنيه مش ال 1000 جنيه التانية، 750 بس. ده مثال بقوله كده. حالة اخرى، لما بتيجي يبقى المبلغ عندك كبير، مبلغ كفالة كبير، بيطلب منك انك انت تقدم ما يفيد ان ما فيش اي ضرائب مستحقة عليك او اي متأخرات ضريبية. يعني بتروح تجيب شهادة من الضرائب بتقول ان ما فيش اي مستحقات ضريبية عليك، بترفقها بالطلب اللي خدت تأشيرة موافقة النيابة بالصرف بيها عشان يصرفوا لك 3/4 الكفالة زي ما قلت. يعني بتثبت عموما ان ما عليكش اي مديونيات حكومية مستحقة. ليه؟ لان زي ما هو معروف واحنا عارفين قانونا ان ديون الحكومة من الديون المميزة، يعني هي اللي تسبق اي دين في التنفيذ على المدين، من الديون المميزة. طبعا بيفوقها طبعا دين النفع، وده مش مجالنا، ولكن ديون الحكومة من الديون المميزة. يعني لو لك اي فلوس عند الحكومة تخصم اللي لها الاول وتديك اللي فاضل. طب لو ما فيش حاجة فاضلة لك تخصم المبلغ اللي لك كله وتطلبك بالباقي. افرض ان عليك 2000 جنيه غرامة ولك 1000 جنيه كفالة، رايح تقدم طلب بصرفه، بيعملوا لك تسوية ويقول لك انت فعل 1000 اللي عليك. ده عكس اللي انا قلته بقى، يقول لك ادفع الالف اللي عليك مش تصرف، لا ادفع الالف اللي عليك. اظن كده انا وضحت هتصرفها ازاي الكفالة وايه اللي بتصرفه. وطبعا احنا بنقول الكلام ده بصفة عامة، وبيتخصم من الكفالة مهما كان قيمتها، بتخصم منها الربع، بتصرف الثلاث ارباع، وبتصرفها من خزينة المحكمة اللي فيها النيابة. بيتعمل لك الموظف طبعا اللي انت خدت في موظف في المحكمة او سكرتير مسؤول عن اعداد نموذج الصرف بناء على تأشيرة النيابة. لما بتديك تأشيرة بالصرف بيكتب مذكرة بالصرف، بيفحص القضية وبيكتب مذكرة بالصرف، هل عليك ولا ليك ولا هتصرف ولا مش هتصرف، وبيكتب مذكرة تفيد الصرف والمبلغ اللي هتصرفه ايه بالظبط. وبموجب المذكرة دي بتبقى ورقة قد الصفحة الفلوسكاب اللي في ايدي دي، بموجب المذكرة دي بتنزل لخزينة المحكمة اللي فيها النيابة اللي قدمت فيها طلب الصرف عشان تصرف مبلغ الكفالة اللي انت سبق وسددته.
ولذلك نوضح ان في الاحكام الجنائيه الصادره بالحبس كقضايا المباني تسدد الكفاله او الضمان المالي لايقاف التنفيذ اللي هو عقوبه الحبس مؤقتا لحين صيروره الحكم النهائي. ما هي قضيه المباني جنحه وبيبقى صادر حكم حبس مع الكفاله، لان الكفاله لابد مع مرافقه لعقوبه الحبس لايقاف التنفيذ مؤقتا في الحكم الابتدائي لحين صيروره الحكم الجنائي النهائي. تمام. وده كله ده في القضايا حتى الجنح الضرب والشيكات وايصالات الامانه وكل هذه الامور ما عدا طبعا في قضايا الحبس فيها وجوبي ولذلك لا يصدر الحكم فيها بالكفاله زي قضايا الاداب او السرقه، بيبقى الحبس فيها وجوبي فبيصدر الحبس مع النفاذ وليس مع وقف تنفيذ. يعني في قضايا المباني والضرب والشيكات وإيصال الأمانة بيصدر فيها ايه مثلا الحكم 6 أشهر حبس وكفالة 100 جنيه لإيقاف تنفيذ، ده بيبقى منطول حكم، ده مثال. إنما في قضايا الآداب وقضايا السرقة بيصدر الحكم مثلا 6 أشهر حبس مع الشغل والنفاذ، حبس مع الشغل والنفاذ، يعني بيخرج المتهم من قاعة الجلسة لأن المتهم بيحضر بشخصه في المحكمة. القضايا التانية بيحضر المتهم بشخصه أو يحضر عنه المحامي توكيل أو يحضر مع محاميه، كل الأمور دي جائزة وفي الأغلب بيبقى الحضور بتوكيل. المحامي بيحضر بتوكيل عن المتهم، ولكن في القضايا الحبس الوجوبي لابد من حضور المتهم شخصياً. ليه؟ لأن الحكم اللي هيصدر بينفذه في ذات اليوم. لو صدر حكم بالحبس ضده بيخرج من قاعة الجلسة على التنفيذ مباشرة. ولذلك بيطلع يحرر الاستئناف قبل ما يروح ينفذ، بيحددوا له الجلسة في أول جلسة مستأنفة تلي الحكم اللي صدر، يعني حتى لو تاني يوم بيحددوا له الجلسة في أول جلسة استئناف عشان المتهم محبوس. وكده يبقى احنا وصلنا لتوضيح الجزئية الخاصة بطريقة صرف الكفالة واستحقاق الكفالة للمتهم اللي سد الكفالة، ووضحنا امتى بتستحق ومين بيصرفها. وكده أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم والنقطة الفاصلة والمهمة في صرف الكفالة، ونكون تناولنا الموضوع بكافة تفاصيله. وننتظر تعليقاتكم على قناتنا على يوتيوب أنت محامي، برنامجنا المحاماة في سوال أسود، وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.